اه الكلب هذا ضخم حلو، هذا ضخم، هذا حلو، اه ضخم حلو. ليش هيك مجرب؟ كان هاي ايديه وجهه كسر بعض، كان هسه هسه من بعد عمل العملية دكتور هذا حكيت انا صبته بعض. لا هسه لا صبته هاي، لا لا محمود ارمينا المتر. شو هاي الضرب اللي هان المنخار؟ ما نفس الكزاز، كزاز فخر كزاز. طب دير بالك وايده ايده يرنتش. ايوه ارمينا المتر. قديش عمره؟ هذا سنة وتسع شهور دكتور تقريبا. هذا المشهور كاش في الكزاز دخل هذا ليون. ليون تعال تعال ليون اسمه؟ منيحة ليون. جود بوي جود بوي ليون. لا صغير لسه الكلب. تعال من هنا. وقف لي يا شوي. ليون ليون وقف. بديش خاف من المتر ويهجم. لا لا. طول ما انا معه بيعملش شيء. 80 سنتي. ايه؟ اه 80. يعني 88 جات عندي برتفع 90. هذا بيعطيته ابره اذا بدير باله على اكلته رجع عليه بعد اسبوعين هذا بدير باله. المهم اسمع، ارتفاع الاسياتي معروف يعني الجريدات 90 80 القوقازي 70 75 بيجي الارتفاع تبعه، بس 80 يعني انت بتحكي وعي. هذا لسه ضعيف هيك العظمه، هيك ضعيف بده. هلا اخذناه اخذناه اساله كيف كان مريض. عم خيط شكله كمان؟ اه خيطه خيطته؟ خيطته وجهه اسمه وجهه خيطه بس فلته هو بس كاين ورشه حمله لانه كمان دير بالك تدود هاي. بعرف بدك ليش حاطه هنا عشان ما تدودش. لا بدك قبل ما تعتم ما ينفعش هذا الازرق. اه كل ما تعتم الدنيا قبل ما يتسكع الجو هذا لسه ترش له شويه فليت تبع سبعين نتفه بس. طب قبل باي بس تعال بس تعال تمد اذا ما بفهم شو بحكي معك انت خليني اخبطك المتر هالكثير. طلع قبل ما تعتم الدنيا بروح الدبان شويه فليت بتوصلوا عليها مره بس كل يوم عشان اذا في بيض دبان او شيء يموت لانه اذا دود الجروحه بتغمق جوا مشكله. وصلتك المعلومه؟ وين البتبول؟ نحكي ورجيتك اياه نحكي